بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أسعد الله أوقاتكم مستمعي ومشاهدي الكرام وبرنامج ومنكم نستفيد، حياكم الله. وسوف نتكلم بإذن الله تعالى اليوم عن أيضا موضوع مهم يهمنا جميعا، ألا وهو كيف تدير ذاتك أو كيف تقود ذاتك. حقيقة لو نريد أن نعرف إدارة الذات، هي إدارة الشخص لمشاعره وأفكاره وإمكانياته لتحقيق هدف معين. إذن يجب أن يكون هناك هدفا يسعى الإنسان لتحقيقه، ويجب أن يكون هذا الهدف إيجابيا، كمن يريد أن يكمل دراسته الجامعية مثلا، أو يريد شراء بيتا جديدا، أو ينشئ منزلا جديدا، أو يشتري سيارة، أو هناك عدة حقيقة أهداف إيجابية، أو زواج حتى، ولا بأس في ذلك، وهو من الأهداف الجميلة التي يسعى الإنسان للحصول عليها. فبالتالي هذه الإدارة الذاتية لها حقيقة عدة مهارات تتطلب منا أن نتقنها لنحسن إدارتنا لذواتنا. ومنها المهارات الفكرية، وهذه المهارات الفكرية من خلال القراءة، الاطلاع، حضور دورات تدريبية، أيضا تكملة دراسة بأنواعها. فهذه المهارات الفكرية تنمي قدرة الإنسان، وأيضا تنمي اطلاعه وتنمي فكره، وهي جدا مهمة. فالفكر وتنمية الفكر وقراءة الإنسان واطلاعه يعطيه أفقا واسعا في معرفة هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. أيضا نقول كلما سبر الإنسان غور علم شعر بجهله أمام عظمة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكلما سعى الإنسان إلى معرفة وإلى علم وإلى أن يعرف من العلوم، سواء الطبيعية أو العلوم الرياضية وغيرها، كلما سبر غور هذا العلم، وكلما بحث وكلما تعمق، يشعر أنه لم يصل إلى ما يريد من هذه العلوم، ولم يصل إلى قاعها. فبالتالي العلوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجعل لنا نحن البشر أهدافا لنصل إلى مثل هذه العلوم، لنعرف هذا الكون الذي نحن جزء لا يتجزأ منه. أيضا من المهارات المهمة للإدارة الذاتية هي الاتصال الفعال. والاتصال الفعال له عناصر مهمة، أولها الرسالة التي أريد أن أوصلها للطرف الآخر، وأيضا من عناصرها المرسل، هو الذي يؤدي هذه الرسالة أو مقدم هذه الرسالة، والمستقبل، وهو الذي يستقبل هذه الرسالة. أيضا من الأشياء المهمة والعناصر المهمة بيئة هذه الرسالة، كيف هي البيئة لإيصال هذه الرسالة. أيضا
من الأشياء جدا المهمة في موضوع الرسالة وعناصر الرسالة اللي هي ردة فعل الطرف الآخر للرسالة والتأثير هذه الرسالة على المتلقي. فبالتالي يجب علي أنا كمرسل أن أتقن حقيقة إيصال رسالتي بشكلها الصحيح، بمضمونها التي أريد من خلالها أن أصل إلى مغزى معين أو موضوع معين أو تغيير لوجهة نظر معينة. فبالتالي أحرص على أن تكون رسالتي صحيحة، تكون أيضا أداءها في بيئة صحيحة، لا يكون هناك تشويشا في إيصال الرسالة. أحرص على أن يكون الطرف الآخر أيضا جاهز لسماع هذه الرسالة أو لتوصيل هذه الرسالة، لأن هذه العناصر بشكلها مجموعة أو بشكلها المجموع تؤدي إلى وصول الرسالة. ولذلك حينما نتكلم عن أعظم رسالة في التاريخ هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان المرسل هو صلى الله عليه وسلم، وكان المستقبل الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت الرسالة القرآن والسنة، وكانت البيئة بيئة استقبال هذه الرسالة كانت بيئة أيضا قابلة لإيصال هذه الرسالة. فكانت ردة الفعل كما نرى ولله الحمد رسالة عامة شاملة. أسأل الله أن يجعلها نور وسرور إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. أيضا من المهارات المهمة في إدارة الذات التقييم الذاتي. يجب علي وعليك أخي المشاهد أخي الحبيب أن تقف وقفة وبرهة من الزمن لتعرف ماذا قدمت فيما مضى وأين أنت الآن وماذا تريد في المستقبل. يجب علينا أن نحدد أهدافنا وأن نعرف في أي مكان نحن نقف. ودائما نقول الإنسان الذي لا يتقدم هو لا يقف بل يتأخر، ويمضي الناس ويظل خلفهم متأخرا. فبالتالي إنسان لا يرى أو يريد أن يكون متأخرا عن الركب. فبالتالي التقييم الذاتي جدا مهم، أن تقيم علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كيف كانت وكيف هي الآن وماذا تريد أن تكون هذه العلاقة. ولا شك أن الهدف الأسمى في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. سأل الله يكتبني ويكتبكم ووالدي ووالديكم أجمعين في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب. فالإنسان حينما يقيم أداءه ويقيم ذاته يعرف أين مكانه، وهذا جدا مهم أن تعرف أين أنت وماذا تريد. فالإنسان الذي لا يعرف مكانه وماذا يريد يجب عليه أن يغير من حياته. ولذلك يقال غير أفكارك تتغير بإذن الله حياتك. أيضا هناك قواعد مهمة جدا، منها تحديد الهدف، أيضا تحديد القدوة وهذا شيء مهم. ونحن كمسلمين قدوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكن يجب أن نجعل من الناجحين قدوة لنا نقتدي بأعمالهم، نقتدي بأقوالهم، نقتدي بما يقومون به في بناء أوطانهم. والله سبحانه وتعالى جعلنا وخلقنا لنبني لا لنهدم، فنحرص على هذه النقطة وأن نكون إن شاء الله لبنات تبني هذا الوطن المبارك بإذن الله تعالى. أيضا لا تكن غير نفسك، يجب عليك أن تكون أنت ذاتك، لا تتقمص شخصية إنسان مهما كان هذا الإنسان. أقول إذا أتقننا هذه القواعد في إدارة الذات، وأيضا يعني من الأشياء التي دائما أحرص على قولها في هذا المجال أنه لا يوجد إنسان فاشل بطبيعته، فكل إنسان قادر على النجاح بإذن الله تعالى، لكنه إذا أراد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجحين الفالحين المفلحين المتفوقين في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.